يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب هنيالك لطميت هنيالك بكيت شافتك مولات الزمرة بهاي الأيام مولاي صاحب الزمان محرم ننتظر اللوحة علينا يجينا المهدي والزمرة الحزينة ويونون بثلث والنهات ويزورون الحسينيات ودين تقل ودين على مجلس بيت تلطم الشبان يقولون اللطم عدهم بلا قمصان يما وراويهم قميص ابن البقعر وراويهم قميص ابن تمشي وايدها على ضلعها وتحكي ويروح الزهره تقول له يما ليش من طلبتهم ما يما هروك يما وليش بلا هدم فوق الثرى خلوك حسين اطلع من لطم وادخل لطم ثاني لطم ثاني ودقن على الضلع بزعه الذالي الذالي حسين يا يما يا يما يا يما ليش ساكت إذا تون بهاي الونة تنزل دمعتك عمي هذا ظلام يلا وي زهرة ختام مجلسنا بهاي الونة يلا يا يما يا يما حسين يا وليدي يا يما يا يما أنا أمي المصيبة أنا أنا أمي المصيبة أنا ويم الباب تلقوني قل يا زهرة ليش يم الباب التمجانج هنا يا زهرة أنا أمي المصيبة أنا ويم الباب تلقوني عند مسجل الخدها والحضرة ويواسي والله تعرفنا واحد واحد بلسام الزهرة وانا حضار نوايبكم مثل ما شارك يتوني واللي ينسى مصاب حسين يا شيعي تناسيني هسون حسين يا يما خلها ضج الحسين ختام المجلس يلا يا يما حسين يا يما بعد حسين يا يما يا يما حسين ادور بالمجالس مثل المضيعه المضيعه بلكي الصوت لولدي يدعي
يقولون الإمام الصادق كان يقيم العزوات على جد الهزل. ذات يوم طلعوا عثار دار وجهه لقاه الزغرة بس لكن ما عرفه. سألها قالها اتياهي صاحت أنا الوالد المذبوح بدك أنا الوالد المذبوح ابنك وطول الدهار ما خلص حزنك حسين حسين الله يساعد قلبك يا زهرة إليك المني علينا يا مولاتي خليتينا الليلة نلطم على وليدك الحسين يا صاحب الزمان يا مولاي يا مولاي يا مولاي شو صير حسين ما لغيرك حسين ما بعد ما اريد افتهم معنى الكلام ورد سددني على الحجاية لو تريد تقل لي بس كلمة جوابك هذا لو تريد تقل لي بس كلمة لو تريد تقل لي بس كلمة لو تريد تقل لي بس كلمة حسين تريد تقل لي بس كلمة حسين ولا تزيد بعد أي حكاية ضايع كلكم حاضرين يلا شباب عبد والأمر كاطي عبد والأمر فدوى وبمولك قارون والله أرماد أنا وأهلي وكل وجوه إيدك أنا وأهلي وكل وجودي في دولك ماطر في دولي الله للخدمة خلقني وعندي بالخدمة يقين ولله طموخ غاية عندي الله من طيني ادين وعيني لو ما
يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين.